هلا بكم، انا موسى. اليوم راجع لكم مع جيم جميل جدا اللعب في بطولة جدة الدولية 2015 بين اللاعب بطل السعودي الاستاذ احمد الغامدي وفتح الله احمد مع القطع البيضاء. ابتدى e4 ضد سيسيليان، بعد نايت f3 d6 سيسيليان بيشوب تو b5 سكولسكي فاريشن اوف سيسيليان ديفنس بيشوب تو d7 بيشوب تيكس بيشوب تشيك كوين تيكس d7. وهنا احمد لعب ماركوزي بايند ستايل c4. لو فكرتوا في الخطوة هذه بالقطع السوداء وش راح تلعبون؟ لاحظتوا ان الخطوة هذه تفتح كوين تو g4 تاكينج g2 والe4. احمد ولا همه، كاسلت كينج سايد دبل زيروز، يضحي بجندي الe4 كوين تيكس e4 d4 تيبكال موف في سيسيليان، بعد سي تيكس d4 which is natural. احمد عنده خيارات كثيرة، يلعب النايت a3 روك e1 h3 كذا خطوة نايت تيكس d4 حتى، لكن خيار احمد كان جميل ولعب روك e1 اتاكينج الكوين ديفلوبمنت مع تيمبي كوين تو g4. لو راحت الكوين على c6 راح تمنع النايت من b8 يطلع على c6، وبالتالي النايت الابيض راح ياخذ على d4 مع تيمبي، لذلك كوين تو g4 وهنا h3 ستيل اتاكينج الكوين. بعد ما راحت الكوين على d7 نايت تيكس d4، لاحظوا التطوير اللي حصل عليه اللاعب الابيض في مقابل تضحية بجندي واحد. لاحظوا احمد مبيت سيف، طور قطعتين، فاتح المجال كل القطع تتطور، بينما فتح الله هنا ما بيت، ما طور ولا قطعة باستثناء الكوين. وطبعا تطوير الكوين قبل باقي القطع يعتبر من العلامات السيئة ومن التراجع البوزيشنالي في الجيم. كمل فتح الله مع نايت تو c6، وهنا جمال الجيم يكمن في هالخطوة اللي هي تعتبر نوفلتي اوت اوف بوك كومبليتلي اوت اوف بوك، نايت b5. المين ثيم هنا الخطة، هنا بيشوب تو f4 d6 الويكنس، راح نفتح c5 ولا راح نعمل بروفوكينج لل e5. e6 بيشوب تو f4، وهنا فتح الله كان يمدي يلعب e5 اتاكينج البيشوب او روك تو d8. طبعا كاسلينج كوين سايد هنا راح يفتح كوين تو a4، بعد الـ a6 راح يعاني اللاعب الاسود من مشاكل كثيرة، منها الديفلوبمنت ومنها كشف الملك الاسود في جناح وزيره للاتاك. لذلك روك تو d8 دافع عن d6، وهنا c5 immediately يجبر دي تيكس c5. وهنا قبل ما نحرك الوزير او نفكر اي فكرة بخصوص الوزراء، نايت تو c7 تشيك اجباري الكينج على e7، وهنا immediately كوين تو h5. طبعا غلطة ان نبادل الوزراء في هالبوزيشن او هالوضعية. زي ما انتم شايفين الاتاك ما هو على f7 ولا على الدياجونال اللي على h4 وd8 بس، لكن الاتاك الاكبر على c5، كوين تيكس c5 destroys black completely. لذلك b6 تقريبا خطوة اجبارية، والحين نايت c3. التهديد هنا واحد من النايت يجي على d5 البون pinned والوزير في حالة خطر، لذلك نايت تو f6 attacking الكوين، كوين تو g5. طبعا كوين تو h4 كانت خطوة مماثلة، لكن كوين تو g5 خطوة ممتازة، والحين كوين تو d3. لاعب الاسود فتح الله هنا يحاول يطلع الكوين على g6 يقاطع وزراء ويخفف من حمل الاتاك على الملك الاسود، بما ان الملك الان تقريبا في السنتر وما يقدر يبيت. روك a d1 اتاكينج الكوين، كوين تو g6. طبعا ما كانت الخطوة الافضل، ممكن h6 فيرس اتاكينج الكوين، بعد الكوين على h4 ممكن g5 اتاكينج البيشوب والكوين. خلونا نشوف
let's see h6 بعد queen to h4 g5 bishop takes g5 h takes g5 queen takes h8 وهنا يمكن queen to c4 rook takes d8 knight takes d8 يمكن اللاعب الأبيض راح يستمر بالاتاك، لكن اللاعب الأسود ستيل عنده فرص زي ما انتم شايفين. اللاعب الأبيض أب الإكسشينج زايد بالإكسشينج، وفي حالة أفضل بالنسبة لعدد القطع، لكن فتح الله اختار كوين تو جي 6 يحاول يقاطع وزراء، وهنا الضربة الموجعة نايت دي 5 تشيك، نايت 3 دي 5 تشيك إجباري، روك تيكس دي 5، نايت تيكس دي 5 تشيك، كينج تو اي 8. والحين عندنا نايت تيكس اف 6 تشيك، وعندنا نايت سي 7 تشيك. احمد اختار الخطوة الجميلة نايت سي 7 تشيك. خلونا نشوف البدائل. نايت تيكس اف 6 تشيك، كوين اور ليتس سي كوين، كوين تيكس، والحين كوين تو دي 5. لاحظوا الجندي ما يقدر ياخذ الكوين. اللاعب الاسود ما عنده خيارات كثيرة، يمكن نايت تو دي 4 يقطع الدياجونال من الروك، وهنا ممكن نلعب بيشوب تو جي 5 كوين تيكس كوين تيكس. وزي ما انتم شايفين اللاعب الابيض متقدم بالوزير في مقابل اكسشينج للبلاك. احمد اختار نايت سي 7 تشيك، كينج تو اي 7 اونلي موف، بيشوب تو دي 6 تشيك، كينج تو دي 7، بيشوب تيكس اف 8، كينج تيكس سي 7 اجباري، كوين تيكس جي 6، اتش تيكس جي 6، بيشوب تيكس جي 7. فتح الله بالقطع السوداء استقال. جيم جميل، نوفلتي اكثر من رائع للاستاذ والبطل السعودي احمد الغامدي. انا ممتن جدا للاقيام اللي يلعبها احمد، تقريبا في كل جيم اتعلم اكثر واكثر. مشجعين وجماهير احمد وتلامذته في السعوديه يتعلمون من اقيام مثل هذه. راح نشوف احمد في اكثر من جيم باذن الله على القناه، وراح نستمتع بالاقيام الجايه. اشوفكم على خير.